بكم. بالبداية حابة أشكركم شكر جزيل وممنونة جدا لكل كلماتكم الجميلة وتعليقاتكم والمشاركة، وجدا أسعدتمولي حياتي بصراحة، وأنا تقريبا حافظة أغلب أسماءكم وحافظة تعليقاتكم كلمة كلمة. خليكم وياي اليوم، رح نسوي هذا البروجكت المميز. اليوم رح نلون الفراشة وبألوان شفافة وكلير، ومثل ما تشوفون إذا حبيتوا هذا البروجكت خليكم وياي ورح أراويكم خطوة بخطوة. أهلاً وسهلاً بكم. نأخذ قطعة من الزجاج، نتأكد أنها نظيفة، نحط الديزاين تحت الزجاجة، نتأكد من المسافات اللي رح ياخذها الفريم، كل اللي أحتاجه التيوب، الأوتلاين والكيوتب. نبدي بالتخطيط. كثير أسئلة أجتني بالنسبة للتخطيط. أهم شيء أوصيكم عليه من تبدي تخططي الأوتلاين تكون إيديكي عدلة. كيف تكون إيديكي عدلة؟ ستدي هاند، تكون إيديكي بنفس المستوى، وتحاولي لما تضغطي على التيوب تضغطي بنفس القد اللي نفس الكمية من التيوب تطلع على الديزاين. حاولي تبدأي بديزاين بسيط وخطوط كبيرة. الآن نترك فترة على مود ينشف. نبلش بمرحلة الألوان. الآن مرحلة إضافة الألوان، المرحلة جدا ممتعة. بالرسم على الزجاج لهذا البروجكت بالذات رح استعمل ألوان بابيوش شفافة ترانسبيرنت، تكون هي كلير وجميلة لما تخلص. رح أحاول ألون بين بتل وآخر، يعني المساحات مثلا مثل ما تشوفون أنطي بين مساحة ومساحة فراغ إلى أن اللون يستقر ويهدى. الملاحظة الثانية لهذا النوع من التلوين، استعملت السايد الثاني من الفرشاية مشان ما ننطي أي شانس لشعرات الفرشاية تتساقط بمواد الجلاس بينت. مثل ما تعرفوا الجلاس بينت تلوين جدا حساس وجدا دقيق. رح أعمل تكنيك جديد هنا وهو ميكس الكالرز. رح نحط لايت كالرز ويا دارك كالرز ونخليهم يصبحوا هيك مع بعض. لازم تكون الألوان بنفس الوقت، حاولي تكون إيدك سريعة مشان يكون ميكس عندك يونيك فريد من نوعه. ممتع جدا لما تمزجي الألوان وتحصلي على لون جديد، شعور جدا ممتع، أتمنى تجربه. تقريبا هلأ الفراشة رح تخلص ويانا، ومثل ما هي أصلا سبحان الله العظيم لون الفراشة بالطبيعة ملون different colors. هلأ نجي على البدي تبعها. البدي رح أحاول أخليه لشوية solid مشان يكون بدي هيك ريتش يعني، ورح أنطي له شوية outline gold ينطي له أبعاد. وthat's it، تقدري توقعي اسمك.